واحدة بتقول هامة جدا لتحديد مصيري. بتقول انا فتاة متزوجة من عدة شهور واكتشفت من مدة قصيرة ان زوجي بيشرب حشيش. ده انت اول ما يخش البيت تفتشيه وتقولي له حشيش جيبك حاجة. الحشيش بيشربوه ولا بيدخنوه؟ انا عايز واحدة تقول كده. ما اعتقدش بيتشرب، هو لازم بيتدخن. زي ما يقول يشرب سجاير وهي مش شرب، هي تدخين. نهايته مش دي المشكلة. بتقول اكتشفت ان زوجي بيشرب حشيش ومخدرات وتركت البيت من اسبوعين لاني اخاف ان انجب اطفال في هذا الجو المليء بالشتائم والضرب والاهانه. يعني مش بس حشيش، في شتائم وضرب واهانه وسب الدين، مع العلم بانني انسانه هادئه تربيت طول عمري في الكنيسة ووالدي متوفي، فماذا أفعل؟ خلي حد كبير يبدأ يخش في الموضوع، سواء أب اعتراف أو عم ليكي أو خال أو أمك بصفتها حماته تعرف يعني توضبه كويس. ولو كنت انت قدرت تخليه يبطل الحشيش وتبقى انت الحشيشة بتاعته كانت